رعاية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. نرحب بكم أصحاب السعادة السيدات والسادة، حفلنا الكريم. احنا سعيدين جدا صراحة اليوم بتخرج مجموعة من المتدربين، 179 متدرب من شركة السويدي وشركة نوماك في تخصصات مطلوبة في سوق العمل صراحة، الميكانيكا واللحام والجزاء والتحكم وكذلك تقنية تحلية المياه. طبعا اليوم حفلنا برعاية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الحمد لله، يعني بعد مشوار سنتين قدرنا ان نوصل للمرحله هذه، وان شاء الله هذه انطلاقه للقادم باذن الله. فرح ويعني شعور صراحه لا يوصف. حاب اشكر اهلي واعطيهم الانجاز هذا، والله يعطيهم الف الف عافيه. ان شاء الله هذه بدايه النجاحات، والله يوفقنا وياكم. اقول للمعهد شكرا، ولو ان الشكر ما يوفيهم حقهم، يعني تحملونا ودرسونا كثير، والله يعطيهم العافيه، ما قصروا من جميع النواحي. يعني اهني زملائي و كل الموجودين في الأكاديمية على حسن التعامل والفرحة هذه الجميلة، ونشكر الجميع بإذن الله أنكم تشوفوني في أعلى المناصب إن شاء الله. فرحة العمر، يعني بعد عقب سنتين ما تواصلة، الحمد لله يعني أنجزنا وسوينا مشاريع وأنجزنا وتعدينا إن شاء الله الحمد لله. والله فرحة لا توصف، وأشكر أنه جاء، وكان حتى أنه مشغول عنده شغل في المدرسة وخلصه بسرعة وجاني بسرعة، فأشكره وهذه قبلة. الله يعطيك العافية.